حطت قبل أيام طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في السعودية للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى زعماء الأردن ومصر والعراق. حاولت الدبلوماسية الأردنية رغم كيها اليوم بشظى الأزمة الاقتصادية العالمية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتفاقمها بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، حاولت أن تسيس قمة جدة قدر الإمكان، وذلك باتجاه تأكيد مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية ومحاولة استخراج موقف رسمي عربي أو دولي مشترك حول القضية الأهم في الشرق الأوسط في مهمة كانت شبه مستحيلة كما تقول الأحداث. حيث أكد الملك عبد الله الثاني في القمة أنه لا أمن ولا ازدهار في منطقة الشرق الأوسط دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية، فيما أكد أمير قطر تميم بن حمد الثاني أنه لا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. أما الرياض فقد أفاد بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما جدد البلدان التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية. من جهته أكد بايدن أن بلاده ستظل شريكا فعالا ومتعاونا في الشرق الأوسط، كما أعلن عن مساعدة أمريكية بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط تصاعد أزمة الغذاء على وقع الحرب في أوكرانيا. وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدات سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار ابتداء من العام المقبل ولغاية 2029، فيما يبدو أن كل دولة عربية قد حصلت على ما تريده لنفسها، سواء ما يتعلق بملف الطاقة أو بما يتعلق بالمساعدات والمنح أو بما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار. فعلى ماذا حصلت عمان؟ وماذا استفادت من زيارة الرئيس الأمريكي؟ وإلى أي مدى استطاعت بقمة جدة عرض وتسويق رؤيتها لحل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بحضور شركتها الاستراتيجية واشنطن؟ ويبقى التساؤل الأبرز ما هو حجم المكاسب التي حققتها إسرائيل مقابل ما حصل عليه العرب؟